فيلا كده برنس شكلها مرشقة ناس. واخد اللي حسابه بيعمل فيها بارتيتة قمار كل اسبوع. قمار؟ الصف ده العظيم. يعني احنا هنطلع نلعب معاه ولا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنستنى بقى تورك لغاية لما البارتيتة تخلص ويبقى لوحده. طب يا برنس ما الليلة دي ممكن تخلص على بكرة الصبح. ما تخلص، احنا ورانا حاجة. على رأيك. ادينا قاعدين. ايه يا ميشو؟ انت نمت ولا ايه؟ هتغب امتى؟ الليلة خلصت بقالها بتاع ساعة، الراجل زمانه حمض. اتقل على الصيدة يا ترك واتك على الصبر، لما يطفي النور يبقى نام. عارف يا ميشو؟ كل ما بقرب منك أكتر بخاف منك أوي. ساعات بحس إنك طيب كده وغلبان، عامل زي حالاتي كده متكحرت، والدنيا علمت فيك أكتر ما علمت عليك. وساعات تانية بخاف منك أوي، بحس إن جواك نار لو خرجت هتاكل في سكتها الصغير قبل الكبير. طب اجهز بقى وخليك مصحصح، ها؟ وزي ما فهمتك باين عليه نام. الله. طب والغفير؟ سبع نومه من ساعه. طير يا حمام. يشو خد بالك من نفسك. على الله. ربنا يستر. شيل البتاع اللي على وشك ده. انت مين يالا ومين اللي بعد؟ ما تقطع روح امك بدل ما اخلص عليك. مفيش حد بعتني يا باشا، انا جاي اسالك. والمفروض ان انا اصدقك. انا اقول لك مين اللي بعد. زياد الخولي هو اللي بعد، مش كده؟ معرفش حضرتك بتتكلم عن ايه. كده انت يا ابن الكلب، انت هتحور. الطلقه اللي جت دي هتعمل لك جرح صدر، الطلقه اللي جايه هتخلص عليك. انت يا روح امك. زياد باشا هو اللي بعتني عشان تخلص عليا، مش كده؟ رمه وابن كلب، وكنت عارف انه هيعمل كده، كنت عامل حسابي ومستنيه هو، ما اعرفش انه هيبعت كلب زيك. اسمك ايه يالا؟ ما انت يا روح امك. حياة أمك لا يتمحي من كتر التعذيب اللي هتشوفه عليك. أنت معاك حد بره يالا؟ أنا ربيع الغفير يا عادل البيت. خش شوف لنا الوقف الدم ده ازاي عملنا الاحرار الاول. خلاص دخلت، دخلونا اجيب الشنطه من جوه. دنيا
عايز اعمل فتحي يعرف. ها حاضر ألف حمد وشكر لله، الجرح سطحي ومش غويط. ألف سلام عليك يا ميشو. الله يسلمك يا دنيا، تسلم إيديكي. بقولك يا كبير، أنا هاخد عربيتك أخليها معايا عشان أغسلها من الدم اللي فيها وبرجعها لك تاني. أما أنت تلحي صحيح، يعني تورطه وتجيبه سايح في دمه، وكمان عايز تنزل وتسيبه بقى، هي دي الرجولة بالنخوة. دنيا، مش عايز كلام كتير. ماشي يا ترك، بقولك ما تنساش تبلغ زي الباشا. أبلغه، وألف سلام عليك أخويا. طير يا حمام. ما تنساش تشوف بقى حد بيفهم يشوفك الجرح ده. مش ياد من هنا، مش هتلح. سلامتك يا ميشو، ألف سلامة عليك. ميشو أنا قلبي مش مطمن، لازم تحكي لي دلوقتي حالا إيه اللي حصل بالظبط. اطمن يا دنيا، أنا عايزك دلوقتي بس تروح لعم فتحي لحسن يصحى ما يلاقيكيش ويقلق عليك، وأنا مش عايز يعرف حاجة. ماشي يا ميشو، بس أنا برضو قلبي مش مطمن، ويكون في علمك من النجمة هتلاقيني عندك هنا أهو فوق نافوخك عشان خاطر تحكي لي إيه اللي حصل بالظبط. أنا قلت لك أهو. ها السلام يا معلم درغام، نورت بيتك ومطرحك. مالكوا كده زي ما تكون ميتكوا ميت؟ الظابط نضال يا ريس درغام. ماله ابن الهرم ده؟ قفل المداخل والمخارج، عارفين نقابل حد ولا عارفين حتى نخرج بحد السلاح قد كده. السلاح الجديد عملته فيه ايه؟ عيب عليك يا معلم، توناه في المخبأ السري. براو عليكم، أول مرة تفكروا صح وتعملوا حاجة صح. بقول لك يا معلم، أنا اللي مفكر في الموضوع ده مش الحمار. يبقى براو عليك يا جحش. طب والعمل يا كبير؟ الظابط نضال ده كل يوم شوكته بتقوى عن التاني، مش هنعرف نقف قصاد منه. طب واحنا ايه اللي خلاني استناه؟ ما احنا نخلص عليه بدري بدري قبل ما يتسعر. مكتوبها لي. سيبهولي يا كبير، اخلص عليه بايديا دول. بلاش انت. ليه يا كبير؟ عشان انت حمار. مفهومه يعني؟ انا كل الحكايه عايز افرحك عشان تتباهى بيا وزملاتك كبارات المجرمين وبقى خلفتك. قلت ما ينفعش يا حمار وبطل نهيه. يبقى انا اللي نلت شرف العمليه دي يا معلم درغام. ولا انت كمان ينفع؟ عشان انا الوحش. عشان انت جحش وبهيم كمان. نقطتني بسكات كنتوا الاثنين. خليني اعرف افكر اصطاده ازاي. يبقى انت اللي ناوي تخلص عليه يا معلم. صح، علشان اشوفه بعناية الاتنين دول وهو سايح في دمه.